بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بإذن الله النهاردة هنكمل شغل الكروشيه. خدنا المرة اللي فاتت غرزة السلسلة وازاي نعمل عودة البداية. النهاردة بإذن الله هناخد غرزة أول حاجة في السلسلة وأسهل حاجة، اللي هي الغرزة المنزلقة. احنا هناخد مبدئيا اساسيات الكروشيه وبعد كده هنعمل منه حاجات بسيطه جدا، تمام؟ هنعمل عقده البدايه وهنعمل مجموعه من السلاسل كده عشان نعمل عليهم الغرزه المنزلقه، خلاص زي ما احنا متفقين. بنعمل العقده الاولانيه بتاع الكروشيه، بنعمل دايره كده وبنرجعها تاني على الخيط بالشكل ده ونشد الخيط، خلاص تبقى دي عقده ايه؟ البداية. بسم الله. عندنا الغرزة المنزلقة بتبقى موجودة على البطرون بتاع الرسمة على هيئة نقطة مظللة، تمام؟ نبتدي كده نعمل مجموعة من السلاسل عشان نبين عليها الغرزة المنزلقة. بسم الله. اي عدد من السلاسل بقى احنا بنوضح بس مثال بالشكل ده كده. لو مثلا قال لنا عايزين نقفل السلاسل دي مثلا بغرزة منزلقة، نعمل ايه؟ هنيجي هنا في اول سلسلة، طبعا احنا بنسيب اللي هي عقدة البداية ما بندخلش فيها، بندخل في اللي بعدها بالطريقة دي كده، ندخل فيها ونسحب الخيط بالشكل ده، تمام؟ وبعدين ايه، نسحب كمان الغرزة اللي على الإبرة، يبقى هي دي غرزة منزلقة، دي اسمها غرزة منزلقة. ما بتعتبرش شغل قوي لكن بتساعدنا في ان احنا ممكن نتنقل من بين الغرز بسهولة. كمان ان هي ممكن تقفل لنا نهاية الشغل، يعني بتأثرش قوي في الحجم بتاع الشغل، لكن بتساعدنا ان احنا نتنقل في المسافات اللي هي ايه بين الغرز، تمام؟ يبقى احنا كده قفلنا الشغل بتاعنا مثلا بغرزة منزلقة. هيجي مثلا يقول لك اشتغلي مثلا في، اشتغل بس على السلاسل كده، هيقول لك مثلا اشتغلي في السلسلة، سيبي مثلا سلسلتين، تمام؟ واشتغلي في اللي بعدها غرزة منزلقة. فنعد كده ده واحد اتنين، تمام؟ ايه، ونشتغل في اللي بعدها غرزة منزلقة. هندخل في اللي بعدها نسحب الخيط بالشكل ده، تمام؟ وبعدين ايه، نسحبه من اللي على الإبرة بالشكل ده كده، يبقى هي دي غرزة ايه، دي غرزة منزلقة. تاني لو عايزين كمان غرزة، ندخل كمان في قلب السلسلة، نسحب الخيط بالشكل ده، تمام؟ وبعدين واضح ان احنا بنلفش تاني على الابره، وبعدين ايه، نسحب مره واحده. ما بتعملش مثلا ايه ارتفاع خالص في الشغل، ولكن هي بتفيدنا ان احنا ممكن نتنقل بين الشغل عشان ما تاثرش على ارتفاع الشغل، تمام؟ هي دي اسمها غرزه منزلقه، دي اسمها غرزه منزلقه. تاني كده حبايبي اهو، ندخل تاني، تمام؟ نسحب الخيط بالشكل ده، وبعدين نسحب الغرزه اللي على الابره بالشكل ده كده. تاني ندخل ونسحب الخيط، تمام؟ نسحب الغرزة اللي على الإبرة. تاني ندخل نسحب الخيط بالشكل ده، بقى عندنا اتنين على الإبرة هم، نسحب الغرزة اللي ايه الموجودة على الإبرة، تمام؟ بالشكل ده كده حبايبي، هي دي اسمها الغرزة المنزلقة. مفيش فيها أي حاجة، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش من التفاعل في القناة والاشتراك وعشان يوصلك كل جديد. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.